معه الشارع وهو تنحي بوتفليقة يوم 27 أبريل. واضح. واليوم في المخيال العام يعني نعم. في المخيال العام هناك وجوه لا يجب أن يعني كانت على كوسيوني لو سانكيام لو كاتريام موندا يعني استاذ بشير الابراهيمي كنت تروح تشوف الرئيس افضل ابراهيمي عفوا كنت تروح تشوف الرئيس وكنت تقول بان الرئيس يعني مليح وراه يخمم يتوف المخيال العام يعني شخصكم هو شخص مرتبط بهذا النظام لا. يعني انت تعطي دائما النصائح للطبقه السياسيه وانا يعني كشخصي انا يعني اليوم نقول لك اذا طلب منك ان يعني ان تكون في هذا الطرح الذي يقدمها النظام ان لا تقبل. شكرا مريم.